حصاد الجنوب، أهلا بكم. ناقش علي الكثير القائم بعمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اليوم الاثنين في اجتماع عقده بالأستاذ أحمد لملس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن وعدد من القيادات الأمنية الوضع الأمني العام في العاصمة عدن والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها. وأكد الكثير في الاجتماع رفض المجلس الانتقالي لأي تصرفات تعكر الصفو العام وتثير الفوضى وتسيء للقوات الأمنية، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما شهدته العاصمة عدن مؤخرا بما يضمن عدم تكرارها وتوطيد حالة الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة. وفي سياق آخر، وجه علي الكثير القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بتعزيز التعاون بين القيادة المحلية والسلطة المحلية بأبين في سبيل النهوض بأوضاع المحافظة. الكثير أشار خلال لقاء حسن غيثان رئيس انتقالي أبين ومهدي الحامد الأمين العام للمجلس المحلي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم جهود معالجة القضايا العالقة وتلبية احتياجات المواطنين. ناقش أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن مع المهندس سالم الحريزي وزير الأشغال العامة والطرق اليوم الاثنين مشكلات مؤسسة الطرق والجسور وجهود استعادة وصولها وممتلكاتها. الجانبان بحثا أيضا خلال اللقاء آلية التعاون لصيانة الطرق الرئيسية المتضررة خلال فترات الحرب. شهدت مدينة سيحوت بمحافظة المهر اليوم الاثنين مهرجانا جمهوريا حاشدا احتفاء بمناسبة الذكرى 56 لاستقلال الجنوب في 30 نوفمبر، ورفع المشاركون في المهرجان أعلام الجنوب في تجمع غفير شهد مشاركة مواطنين من حف والمسيلة وسط هتافات مطالبة باستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.